بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله في الفيديو ده هنحاول ان احنا نتكلم اول حاجه على موضوع التعامل مع الداتا انتري الخاصه بالووتر ديستريبيوشن نتورك تيبولوجي. الاول في البدايه خالص هنتكلم على ايه تعريف النتورك تيبولوجي، هنتكلم على طريقه ادخال النتورك تيبولوجي العاديه ازاي، وازاي ان احنا نستطيع ان احنا نعمل تسريع للداتا انتري دي بطريقه معينه، وهنحاول نبين هذه الطريقه عن طريق ان احنا هنحل مثال محلول باستخدام برنامج الكيو جي اي اس. في تعالوا مع بعض في البدايه خالص ان احنا نتكلم على ايه المقصود بكلمه النتورك توبولوجي. فالنتورك توبولوجي زي ما احنا شايفين كده بتشير الى ايه الطريقه اللي بيها البايبس والنودز للشبكه متصلين بعضهم ببعض. فمثال مثلا احنا ممكن يكون عندنا اشكال بهذا الشكل، شبكات مختلفه. فمثلا الشبكه اللي احنا شايفينها دي زي الستار شكلها شكل النجمه، او ممكن تكون شكلها شكل الحلقه اللي هي الرينج نتورك، او بيكون شكلها شكل اللوب او السيركلز، او بتكون شبكه شكل الشجره اللي هي تري وخلافه. فالكونكشن ما بين الجنكشن بعضهم ببعض واللينكس مرتبطه ازاي وبتربط ازاي الجنكشن بعضهم ببعض، ده بيأثر على مين؟ على التوبولوجي بتاعه الايه الشبكه بتاعتنا والحاجات دي، او ان احنا نقدر نحدد التوبولوجي ده مهم جدا عشان نقدر نصمم الشبكه بتاعه المايه بتاعتنا تصميم ايه؟ تصميم سليم. يعني مثلا لو احنا بصينا لهذه الشبكه زي ما شايفين الشبكه كده، الشبكه دي ممكن نعتبرها انها تري نتورك، ما فيش اي لوب زي ما انتم شايفين، ودي من اسهل الشبكات اللي ممكن احنا نحلها. هي نفسها بالظبط لو كانت الكونكشن ما بين الجنكشنز مختلف ممكن تتحول الشبكه دي ايه زي ما شايفين كده لايه اللوب نتورك، وبيكون الحل بتاعها ايه مختلف تماما. فاللي على الشمال دي تري نتورك، بينما اللي على اليمين دي لوب نتورك. فالتوبولوجي هنا مختلفه عن هنا، الكونكشن ما بين الجنكشنز مختلفه عن الكونكشن بين الجنكشنز. فبالتالي رغم ان الجنكشنز اللوكيشن بتاعهم هنا واحد في الاثنين في الشبكتين، الا ان التوبولوجي بتاع الشبكه دي غير التوبولوجي بتاع الشبكه دي، والحلول هنا هتكون مختلفه هنا عن هنا خالص. فبالتالي الداتا انتري بتاع التوبولوجي بتاع النتورك من الحاجات المهمه جدا في ادخال البيانات لشبكات الميه اللي احنا عايزين نصممها. تمام. طبعا كل شبكه والتوبولوجي بتاعها محتاج تعمله ايه داتا انتري، والداتا انتري دي في كثير من الاحيان بتكون ايه بتاخد وقت وايه ومجهود. فتخيل معايا بقى مثلا لو انا كنت عايز ادخل التوبولوجي لشبكه بسيطه زي ما شايفين سيمبل نتورك بهذا الشكل. الشبكه دي زي ما احنا شايفين كده اهو مكونه من حوالي 12 جنكشن وحوالي 17 بايب، فهي شبكه فيري سيمبل. فعشان اعمل كده بالطريقه التراديشنال بنعمل ايه؟ ففي البدايه خلاص بنروح نحط الاول الجنكشنز اللوكيشنز بتاعهم. تمام. فبين الوكيت اللوكيشن بتاع الجنكشن، وعندي هنا اللوكيشن ده هيتعمل واحده واحده، فبالتالي عندي 12 بوينت بعمل لهم اللوكيشن، وبعد كده ابدا اوصل بقى ايه الجنكشن بعضهم ببعض ببايب، يعني ايه 1 باي 1. فبعمل القصه دي بقى بعملها كام مره؟ 17 مره بعدد الايه؟ بعدد البايبس اللي انا عايز اعملهم عشان اكون التوبولوجي اللي انا يعني عايز اعملها للشبكه بتاعتي. ففي النهايه خلاص بيطلع الشكل بتاعي بهذا الشكل. فالبروسيس دي بتاخد ايه؟ بتاخد وقت. فتخيل بقى معايا لو كانت عندي الشبكه دي اكثر يعني تعقيدا من كده، يعني تخيلوا معايا مثلا لو كانت عندي شبكه هنا بدل ما كان عندي مثلا حوالي اقل من 20 نود او جانكشنز، لو احنا كان عندنا مثلا هاندردز اوف جانكشنز، او لو احنا وصلنا بقى يكون عندنا ثاوسندز اوف جانكشنز، موضوع الداتا انتري بتاع النتورك توبولوجي بيكون محتاج يتبص له بشكل كبير، لان هو في الحاله دي هياخد ايه؟ هياخد مجهود في ادخال البيانات، وفي النهايه خلاص الداتا انتري المرحله بتاعت الداتا انتري بتاعت التوبولوجي بيكون يعني شديده الملل يعني بالنسبه للمهندسين او بالنسبه اناليسست اللي هم بيدخلوا الداتا انتري للايه للسيستم بتاعنا. فهو الفيديو ده تحديدا بيركز على موضوع هل في طريقه نقدر ندخل بيها الداتا التوبولوجي بتاعتنا للشبكه بطريقه اسرع من الطريقه التراديشنال. هو ده اللي احنا نحاول نناقشه في الايه في الشغل بتاعنا في هذا الفيديو. الطريقه بتاعت ادخال الداتا انتري بشكل سريع بتتم كالاتي، ان احنا مش هندخل الجنكشنز وبعدين ندخل البايبس نوصل الجنكشن المختلفه بالبايبس، لا هنعمل العكس. بمعنى هنعمل ايه؟ هنبدا نرسم البايبس بتاعتنا الاول بطريقه بالكي، مش بايب بايب، لا بطريقه بالكي زي ما احنا شايفين كده. يعني مثلا الشبكه اللي فاتت اللي هي السيمبل دي هنعمل ايه؟ هدخلها عده مراحل. ممكن ادخل الاول الاطار العام الخارجي، وبعدين اروح مدخل البايب دي، وبعدين اروح مدخل نظر بايب، وبعدين نظر بايب. يبقى الحاله دي انا دخلت كام؟ انا دلوقتي دخلت بدل ما ادخل عندي 17 بايبس زي المساله الحقيقيه اللي عندي، لا انا دخلت كام؟ دخلت ايه 4 سيجمنتس. السيجمنت الاولاني اللي هو ايه؟ السيجمنت الاولاني اللي هو ده، السيجمنت الثاني اللي هو الخط ده، او السيجمنت الثالث ده، والسيجمنت الرابع اللي هو ده. فبالتالي ده بيقلل عدد الايه الداتا انتري، وبالتالي بيقلل من حجم البيانات المطلوب ايه يدخلها. بعد ما ادخل البايس بطريقه بالكي زي ما احنا شايفين كده، ببدا انجنريت الجانكشنز عند اماكن ايه الانترسكشنز، وجنريت الجانكشنز دي بقى اوتوماتيك، فبالتالي انا مش محتاج ان انا ادخلها مانيوال، فبالتالي دي بتوفر عليا ايه مجهود كبير.
تعالوا بقى مع بعض ان احنا ندخل على الكيو جي اس دلوقتي ونعمل هاند اون تريننج، نحل مساله ونحاول نشوف ازاي بنطبق الكلام ده على هذه المساله. احنا عندنا منطقه الدراسه زي ما انتم شايفين كده في جنوب مطار الملك عبد العزيز الدولي، تمام، وهي دي منطقه الدراسه بتاعتنا اللي احنا عايزين نصمم لها شبكه الايه؟ الميه. فالمره دي احنا هنعمل حاجه ظريفه، مش هنكون الشبكه من نود او جانكشنز وبعدين نوصلهم بينهم بين بعض بالبايبس، لا هنعمل عكس، هنرسم البايب لاينز، قد يكون ده اسهل وقد يكون متاح، ومن البايب لاينز هنرسم او هنحدد الايه الجنكشنز. طب هنعمل الكلام ده ازاي؟ تعالوا اول حاجه كرييت روت، فالروت ده هيبقى فيكتور فايل اسميه انا روت، روت 1 مثلا، وده هيبقى ايه فيكتور فايل. منطقه الدراسه بتاعتنا معروف ان هي في دبليو جي اس 84 يو تي ام 37 نورث. طبعا الروت اللي انا هعمله هيكون لاين سترينج، وهكون اللاير دلوقتي وهبدا افتح الايديت بتاعها وهبدا ارسم بقى، تمام. هنبدا نرسم دلوقتي الشبكه بتاعتي المفروض تمشي فين. فالشبكه بتاعتي بفرض انها تمشي كده، المفروض يعني تمشي كده وتمشي كده، دي منطقه الدراسه بتاعتي وليكن. فده الجزء من الشبكه بتاعتي، خلونا نعمل ستايلنج علشان الشكل يوضح. فانا هديله اللون الاسود وفي نفس الوقت هديله الثيكنس اعلى عشان ايه؟ عشان يبان. تعال نكمل الشبكه. فعشان نكمل الشبكه باستخدام البايس برضه هنعمل ايه بقى؟ شايفين الماجنت، هدوس على الماجنت عشان اللي هو بتاع السنيبنج، وبعد كده هختار انه يسنب مع السيجمنتس ومع كمان الميدل بتاع السيجمنتس واللاين اند بوينت. هختار كل الاختيارات دي، وتعالوا مع بعض بقى ايه نبدا نعمل ايه نرسم نكمل الشبكه دلوقتي. فالنتيجه اللي انا عملته ده هقدر دلوقتي اوصل بقى من هنا لهنا، دي الجزء الثاني من السيستم بتاعي، واقدر دلوقتي اوصل من هنا لهنا الجزء الثالث، واقدر بقى اكون الحاجات التانية. مثلا بص من هنا اقدر اعمل اوصل ده وده، ده الجزء الرابع مثلا، وبرضو الخط ده كده الجزء الخامس، وكذلك البايب دي ممكن تمشي بهذا الشكل الجزء السادس، تمام، وهنا برضو الجزء ده من البايب الجزء السابع، وبعدين الجزء ده من البايب الجزء الثامن، وايه كمان عندي برضو ده كده ممكن يبقى بهذا الشكل الجزء الايه التاسع، تمام. فانا تقريبا كده ايه كونت ايه الشبكه الرئيسيه في الشوارع الرئيسيه اللي موجوده ايه الموجوده عندي، تمام. نبدا نعمل ايه نسيب ونقفل ايه الايديت، يبقى كل حاجه موجوده هنا على ايه في هذا الروت. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هنعمل ديسولف للايه للروتس دي كلها مع بعض. فاروح على فيكتور، ومن الفيكتور هروح على حاجه اسمها ايه اسمها ديسولف، واقول له اعمل ديسولف. ديسولف يعني هكونهم ايه كونهم وان اتريبيوت تيبل وان اليمنت زي ما نشوف كده مع بعض. لو فتحنا اتريبيوت تيبل هتلاقي وان اليمنت فقط موجود عندي، وسيحه عملهم ديسولف ايه على بعض، تمام. هناخد الديسولف ده بعد كده ونكريت منه جانكشنز او نودز اوتوماتيك. يبقى خدت بالكم دلوقتي هتكون الشبكه الاول، انا رسمت البايبس هتمشي في انهي شوارع، وبعدين من البايبس اللي ماشيه في الشوارع دي كلها هكون منهم الجانكشن اللي عندهم هيكون الديماند، تمام. فهنعمل الكلام ده ازاي؟ بنعمل الكلام ده عن طريق الايه البلاج ان ده اللي اسمه لوكيت بوينتس الونج لاين، فدوس عليه وتقدر تستخدمه. بس قبل ما استخدمه خلونا نشوف الدايمنشنز بتاع منطقه الدراسه شكلها عامل ازاي. فهفتح الميجرمنتس، ادي الميجرمنتس بتاعتي، واقول له بقى لو انا من هنا لهنا يبقى كام؟ فقال لي من هنا لهنا حوالي زي ما شايفين 280 280 متر. طب من هنا لهنا 465، تمام. فبالتالي 280 دي يعني انا قلت لو قسمت على 2 يعني 150، قسمت على 4 يعني 75، تمام. يعني ممكن اقول المسافه بتاعتي السبيس بين الجنكشن والجنكشن ممكن اقول 40 متر ولا حاجه. فخلونا مثلا نعمل الكلام ده، نعمله ازاي بقى؟ هدوس على البلاج ان، البلاج ان ده بيقول لي فين البايبس اللي انت عايز تكريت منها جنكشنز، اقول له اللير اسمها ديسول. بعد كده هسمي الاوتبوت لاير اسميها نود، واحط هنا مثلا السبيسنج بين الجنكشنز بعضهم البعض ايه 45 متر، والاوفست ده انت بقى تغيره حسب انت الشكل بتاعك عايز. طبعا ممكن اخليه زيرو في الاول واعمل ران واشوف الشكل الايه النتورك شكلها عامل ازاي، واعمل تشيك ان للاثنين دول واعمل تشيك اوت لده، يبقى نعمل تشيك ان للاثنين. تعال مع بعض نعمل ران كده وشوف هيكون لي لاير جديده اسمها نود هتغطي الشبكه بهذا الشكل. شوف زي ما انت شايف كده اهو دلوقتي غطت الشبكه اهو، فحطيت لي كون لي ايه الجنكشنز. انا شايف الشبكه الى حد ما كويسه، ممكن تقول لا بس السبيسنج بين هنا وبين هنا قليل شويه، فممكن نعمل ران ثانيه ونغير بقى الاوفست. فدي ترجع لك انت بقى، يعني تعالوا نعمل مع بعض ثانيه، هنعمل ران ثانيه وهغير الاوفست بتاعها اهو، واقول له ده برضه ديسولف، انا هسميها نود رقم ايه رقم 2، والاوفست هنا مثلا هخليه مثلا ايه 10 متر، واقول له ايه اقول له ران. فزي ما شايفين كده كون لي ايه كون لي نود 2 اهي. نقفل النود القديمه عشان تبان اهو، ده دي اللي الشبكه الجديده
والمهم في الشبكه الجديده ايه؟ عند كل انترسكشن، عند كل في حاطط جنكشن، شايف؟ عند كل انترسكشن حاطط جنكشن، لازم يحط جنكشن عند الانترسكشن، دي حاجه مهمه جدا. بعد كده بيشوف السبيسنج بتاعك البايب، ويشوف انت جبت، انت قلت السبيسنج كل كام؟ كل 45 متر، فيبدا يحاول يقسم كل ايه؟ كل 45 متر بقدر الامكان. طبعا في نوز قريبين من بعض، بس بالنسبه لنا هنسيبها، مش ايه، مش هنحاول ان احنا نشيلهم دلوقتي. تمام، في الوقت بقى عندي النوز اهو، بس خد بالك بقى، وليكن انا هجو اهيد مع نود رقم 2، هشيل اللاير بقى بتاعت نود رقم الاولانيه خلاص. نعمل دلوقتي، خد بالك بقى، النود رقم 2 دي ادخل على اتريبيوت تقول كده، هتبص تلاقي فيها قيم مكرره، وهنشوف دلوقتي ازاي نحاول نشيلهم مع بعض. في عندي هنا 108 ايه؟ 108 element، 108 element يعني 108 نود. هل ال 108 نود دول ما فهمش نودز مكرره؟ الاجابه هتلاقي فيهم نود مكرره. الدليل ايه؟ تعال نشوف الدليل مع بعض. ادخل على الاتريبيوت تيبل بتاعهم، وهنفتح دلوقتي هنكريت كولوم جديد. تعالوا نكريت كولوم جديد، فافتح الايديت، وازاي كريت كولوم جديد؟ هعمل اهو، ادوس عليه كده اهو، واكريت كولوم جديد، ولكن هسميه ماي ماي ايه؟ ماي اي دي، ومش هغير حاجه، خليه انتجر مفيش مشاكل. رسمت اهو ماي اي دي، هروح له، تعالوا نروح له، فين الكولوم الاولاني الثاني الثالث؟ انا عملت كولوم رقم 4 اللي هو ماي اي دي، فانا رحت له دلوقتي. طب عايز تحط فيه ايه بقى؟ احط فيه ايه؟ احط فيه الرو نمبر، يعني رقم الايه؟ رقم السطر بتاع الداتا. فهيكون انا احط له رو نمبر اهو، دبل كليك كده، تمام، واقول له اوكي، تمام، وبعدين اقول له ابلاي بقى، ابديت اول. فايه اللي حصل هنا بقى؟ اما عملت الرو نمبر دلوقتي، عمل لي ابديت للايه؟ ابديت للرو نمبر. هنقفل بقى الايديت او نسيف، وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في القصه دي. ازاي هنعمل بقى ايه؟ هنقف على النود ونبريزنت بقى النود نمبر ده. يبقى هنروح على النود نمبر، نفتح الليبلز، نقول له عايز احط الليبلز، والليبلز حط لي فيه النود نمبر اللي انا عملته كرييشن ده. وعشان يبان، خلينا نحط بافر كده، ونرسم بافر على التكست بتاعنا اللي احنا ايه اخترناه، ونقول له ابلاي. تعال نبص بقى ايه اللي حصل هنا. هتلاقي حصل حاجه غريبه جدا جدا. ايه هي؟ عند بعض الجنكشنز، بص كده معايا، تعال نشوف بقى في بعض الحاجات الغريبه. عند في جنكشن واحده هنا، في عندنا ايه؟ في واخده تو نمبرز، واخده ايه؟ تو نمبر. معناها الكلام ده ايه؟ معناها ان في عندي دوبليكيشن، يعني بمعنى ايه؟ في نود وهي اكشوالي مش نود، ده تو نودز فوق بعض. يعني ممكن البايب دي ليه اسم نود، والبايب الثانيه ليها اسم نود ثاني، والكلام ده ممكن تلاقيه متكرر في كذا ايه؟ في كذا كيس، تمام؟ يعني اهو هنا برضه فيها اهو. يبقى الريدندنس ده لازم ان انا اشيله، انا لازم يكون عندي جنكشن واحده فيها نود واحده وليها رقم ايه؟ رقم واحد. طب الكلام ده هشيله ازاي؟ هنشيله عن طريق بروسيسنج تول بوكس. البروسيسنج تول بوكس بقدر اشيلها، افتحها من هنا، او لو انت ما عندكش الايقونه دي ادخل على بروسيسنج، هتلاقي هنا التول بوكس اهو، دوس عليه هيفتح لك الايه؟ يفتح لك البانل دي. فالبروسيسنج تول بوكس دي هدخل عليها واكتب ايه؟ اكتب ديليت 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 ايه بقى؟ ديليت دوبليكيت جيومتري. انا هعمل ايه؟ هقف على النود اللي انا عايز، وانا عارف ان فيها دلوقتي نود دوبليكيتد، وانا اعمل ايه؟ اروح رايح على البروسيسنج فانكشن دي اللي اسمها ديليت دوبليكيت جيومتري، دبل كليك، هحط لي مين النود اللي انا عايز اشيل منها النود اللي هي دوبليكيتد، وهيحط لي لاير جديده اسمها كليند، تمام. بس قبل ما نعمل القصه دي، عشان نفكركم، احنا عندنا كام حاله، كام فاليو هنا؟ عندنا كام فاليو بدانا بيهم؟ عندنا 108 ايه؟ 108 فاليو. تعال نشوف بعد ما نعمل كليننج اللي هو عن طريق ديليت هيبقوا كام فاليو. هنقف على اللاير تاني، وعلى بروسيسنج تول اختار ديليت، دبل كليك، حط لي اللاير، هيكريت لاير جديد اسمها كلين، واقول له ران، فعمل لي الكلين لاير. كويس، تعال نشوف فيها كام اليمنت، تعال نشوف فيها كام اليمنت. فيها ايه؟ 85. معناها ان ايه؟ الفرق ما بين ال 108 وال 85 ده كان ايه؟ كان نودز مكرر، ودي حاجه مهمه جدا انك انت تعملها. يبقى بالنسبه لي هقف على الكلين دي، انا هسميها بالنسبه لي بقى خلاص دي في عرفي، هسميها، هغير تسميتها، هسميها ايه؟ دي الجنكشنز بتاعتي، دي الجنكشنز بتاعت مين؟ بتاعت الشبكه بتاعتي، خلاص دي جنكشن انا هعتمدها، والنود رقم 2 دي مش معتمده لان فيها نودز مكرره خلاص، فدي ممكن انا اعملها ديليت، تمام؟ اعملها ديليت دلوقتي، يبقى دي الجنكشنز، تمام. فين البايبس؟ البايبس اللي هي جت من الروس اللي هي عملنا لهم تجميع في كلمه الديسولد دي البايبس، تمام. تعالى بقى نشوف بقى، هنستخدم الجنكشنز دي في ان ناخد البايبس دي نقسمهم سيجمنت، يعني ايه؟ يعني البايبس كانت زي ما شايفين كده، كانت عاملينها ايه؟ كحوالي 9 او 10 جروبس من البايبس، بعد كده عملنا لهم ميرج، صح؟ عن طريق الديسولد، تمام. انا دلوقتي لا، مش عايز كده، انا عايز من النود دي للنود دي اعتبرها بايب، ومن النود دي للنود دي اعتبرها بايب، ومن النود دي للنود دي اعتبرها بايب، تمام. فهعمل الكلام ده ازاي؟ تعال نشوف بقى نعمله ازاي. اول حاجه هتقف على البايبس اللي هي سميناها ديسولد دي، وتروح على الفيكتور، وتروح تعمل لها حاجه اسمها ايه؟ مالتي بارت تو سنجل بارت. دي مهمه جدا عشان البروسيسنج تول بوكس اللي جاي يشتغل. يبقى اول حاجه من الديسولد نحولهم لايه؟ لسنجل بارت، واقول له ران. يبقى اخد البايبس اللي هي عملنا لها ديسولد تحولها لسنجل بارت، تمام؟ تمام. وبعدين هاخد الجنكشنز دي واقسم السنجل بارت بقى لسب بارت. فازاي هنعمل كده؟ هنعمل الكلام ده عن طريق امر اسمه سبلت.
هنا في امر اسمه split split. تعالوا نشوف مع بعض split ايه بقى. split line at points. فين اللاين؟ اللاين اللي هو سنجل باس ده هقسمه بناء على الجنكشنز بتوعي دول. تمام، فاروح اقول له بقى دبل كليك ايه هي الجنكشنز بتاعتك او البوينتس اللي انت هتقسم بيها اللي هي الجنكشنز. طيب وايه اللي هتقسمه اللي هي البايبس اللي سميتها ايه؟ سنجل باس. سنجل ايه؟ سنجل باس. طب وايه التولرنس؟ التولرنس ده حاول تحط بقى رقم مش قليل قوي ومش كبير، وليكن مثلا 1.1 متر ولا حاجه، ويطلع لي بقى سبليتد لاين لير دي هي البايبس بتاعتي. تعال ندوس نقول ران. تمام كده اهو، انا عندي حاجه اسمها سبليتد لاين لير، هي دي الايه البايبس بتاعتي. اسميها بقى غير اسمها، اسميها ايه؟ اسميها بايبس. يبقى عندي ايه بقى دلوقتي؟ عندي الجنكشنز بتاعتي اهو، تعالى احطهم فوق هي عشان نظبط الدنيا بقى، لان الدنيا كده. ادي الجنكشنز بتاعتي ايه، وبعدين البايبس، دول التو اليمنتس الاساسيين بتوع الشبكه ايه بتاعتي. تمام، ايه اللي ناقص بقى؟ ناقص الايه؟ ناقص التانك. طب عشان هنعمل تانك محتاجين اول حاجه نحط الديجيتال اليفيشن موديل. تعالى نحط الديجيتال اليفيشن موديل بتاعنا، فاروح على راستر واروح على اوبن توبوجرافي، لازم تكون متصل بالنت طبعا، واختار اس ار تي ام 30 في 30 واقول له انا عايز منطقه الدراسه، حاول تكبرها سنه، ان لما بنيجي نعمل اي بروجيكشن بيتغير الدايمنشنز الاكستنت اللي انت ايه اللي انت اخترته في البدايه خالص. ننتظر بقى، طبعا لازم تكون متصل بالنت زي ما قلنا، ننتظر شويه لحد ما ينزل ايه الديجيتال ايفيشن موديل. اجي انزله اهو. هنعمل ايه بعد كده؟ هنعمل له بروجيكشن. ازاي نعمل له بروجيكشن؟ نقف عليه وقلنا ده راستر فايل طبعا، ونروح على بروجيكشن ونروح على وورك. تمام، ونقول له التارجت بتاعنا ايه، احنا اتفقنا اللي هو احنا يو تي ام 37 نورث، واقول له ران. تمام، فعمل لي ري بروجيكشن. يبقى دي ايه؟ ده الديجيتال ايفيشن موديل بتاعي. تعالوا نسميه علشان ما نقعدش نتلخبط، انا هسميه هنا ايه؟ الدم بتاعي، الدم. وده بروجيكتد يو تي ام 37. تمام كده؟ تمام. طب واللايرز اللي تحت بقى؟ اللاير تحت بقى تشيلها بقى، لانها مش عايز انت لايرز كتيره، ولا انت هتبص تلاقي الموضوع شيل ده كمان خلاص عشان الدنيا تبان كده. عندي دي اللايرز. تعالى بقى نحط البايبس والجنكشنز، نحطهم فين؟ نحطهم فوق عشان يبانوا. ادي البايبس والجنكشنز على الشبكه بتاعتي او فوق الديم. وكمان تعالى نعمل ريستايل للديم زي ما احنا متعودين، فنروح على ريستايلنج للديم، فاقول له اقول له سنجل، واقول له وليكن ايه انفيرتد. انفيرتد ليه؟ يعني مثلا ان عندنا اللون الازرق هو ياخد الهايت القليل، واللون الاحمر هو ياخد الالفيشن العالي. اقول له ابلاي، فاداني ايه الشكل اللي احنا شايفينه ده مع بعض. ده عرفت كده منه ايه بقى دلوقتي؟ ان الليفل دي هي العاليه والليفل دي هي الايه الاقل، الليفل دي هي الاقل. فليكن انا ممكن احط الخزان بتاعي مثلا هنا، بس احاول نزود الترانسبيرنسي شويه علشان ايه الدنيا تكون واضحه. فتعال نروح على الترانسبيرنسي ونزود الشفافيه، فعلشان نشوف الشوارع ايه اللي تحتينا. تمام، فاحنا شايفين هنا نقدر نحط دلوقتي الخزان بتاعنا مثلا في هذا المكان. فتعالوا نعمل بقى ايه، هنفتح لير جديده للخزان. ازاي افتح لير؟ لير طبعا الخزان هتكون فيكتور لير، اقول له اوبن، واختار بقى المكان اللي عايز احط فيه. انا هسميها تانك مثلا 1، خلاص ده شيب فايل طبعا، نوع ايه هيكون بويز، وهيكون يو تي ام 37 نورث. فتحت اللير، هفتح الايديت بتاعها، واختار الايه الايقونه بتاعتي، واقول انا عايز احط الخزان هنا مثلا اهو، ازوم ان وليكن انا عايز احط الخزان في هذا المكان، واديله مثلا وليكن 100، رقم كبير مختلف عن الارقام الموجوده في الجنكشنز اللي عندي، وهتدخل الميه. يبقى دي عندي السبلاي نود بهذا الشكل، وليكن حاجه بهذا الشكل كده، واسيف واقفل ايه الايديت. تمام، اللي بعد كده هنحتاج ان احنا ندخل على البايب لاير ونعمل لها ايه؟ ونعمل لها ايديت. ازاي؟ ليه بقى؟ لان محتاجين بايب جديد توصل ما بين الخزان وما بين النود. فنفتح البايب لاير ونفتح الايديت بتاعها، وناخد القلم اللي بنرسم بيه، وهعمل ايه كليك على ايه؟ على التانك ده مكان التانك، وكليك على مكان هذه النود، ورايت كليك واديها رقم مثلا، وليكن رقم كبير عشان ما يكونش موجود قبل كده، وبعدين نسيب ونقفل الايديت بتاع البايبس. فكده دلوقتي عند الجنكشنز والبايبس والتانكس كلهم ايه جاهزين دلوقتي. يبقى احنا جاهزين ان احنا ندخل على برنامج اللي اسمه كيو ووتر. تعال ندخل بقى على برنامج كيو ووتر، نقفل البروسيسنج تول بوكس دي مش محتاجينها دلوقتي، ندخل على برنامج بقى ايه كيو ووتر. نفتح كده، نبدا نعمل الاساينمنت الاول. عندنا الجنكشنز اسمها ايه؟ اسمها الجنكشنز. طب والبايبس اسمها ايه؟ اسمها البايبس. طب والتانكس اسمها ايه؟ اسمها تانك واحد. والماكسيمم سبيد عايزين نخليها من 5 خليها 2. تمام، وبعدين ايه تاني؟ هنا نحط بقى الكونسومشن، وليكن عندي عدد السكان انا افترضها 10,000 نسمه في الوضع الابتدائي والوضع المستقبلي مثلا، لو عايز تغيرهم تقدر تغيرهم.
وده الكونسبشن بتاع 150 لتر بالكامل. في البدايه تقدر تغير الكلام ده وتفكر في نفس الكلام. الدينامين 31.25 ده التوتال انيشال ايه فلو اللي الشبكه دي هتحتاجه او هتستعمل له سبلاي. تمام كده، تروح على كالكوليشن، ما تنساش انك انت تكليك دي كالكوليت البايب لاينز، دي مهمه جدا. وبعدين تقول له ايه، تقول له اوكي. كده احنا عملنا ايه، عملنا كرييشن لموديل على كيو ووتر. الموديل ده بيجهز الداتا بحيث تماتش الموديل اللي اسمه ايبانيت. بعد كده الخطوه اللي ورا، نروح الخطوه اللي ورا، احنا عملنا دي، نروح على الخطوه اللي ورا دي، دوس عليها، بيقول لي ايه، اكتشف بقى الموديل، يحاول يبني او يشوف البيانات الناقصه فين ويحاول يكملها. بيقول لي لقينا في دوبليكيت عايز اعمل له فيكسيشن، اقول له يس تمام. بيقول لي اوفر رايت نود 1 ونود 2 واللينس، اقول له يس تمام. وبعد كده هو خلصنا الخطوه دي، نروح الخطوه اللي ورا، ري نمبر نتورك، فنقول له رقم ايه النتورك بتاعتنا تمام. وبعدين اقول له ايه فيل الداتا، ها تعال بقى نقول له فيل الداتا. فيل الداتا بقى المقصود بيها فيل الداتا هي فيل اللينسز وفيل كل الداتا الناقصه الثانيه. وفي نقطه هنا مهمه محتاجين ان احنا نبص عليها قبل ما نخلص، في داتا هنا ناقصه للتانك. تعال نشوف ايه الداتا اللي ناقصه للتانك. التانك بتاعي هو ده، واقف على التانك وافتح الايديت بتاعه، او بلاش واقف على التانك بس وافتح الاتريبيوت تيبل. تعال نفتح الاتريبيوت تيبل شوف عمل لي جهز لي داتا اهي. في هنا الهيد، الهيد كام، هيد ايه يعني ايه منسوب الميه في الخزان كام، الاليفيشن بتاعها، فاعرفه ازاي ده عشان تعرفه. ودي اهميه بقى الدم، تعال نقف على الدم، ادي الدم بتاعي. خلينا نسميه عشان ما نتلخبطش، هسميه دم. ده الدم، هنقف على الدم زي ما احنا واقفين كده، وقفنا على الدم. وبعدين خد العلامه اللي بيها الكورسور اللي بتختار بيه، تعمل فيه انفورميشن ايدنتيفاينج فيتشر، ودوس على مين وانت واقف على اللاير بتاع الدم. دوس هنا اديك ايه، هديك الليفل بتاعها كام، 38. يبقى انا اخدت بالي بقى دلوقتي ان ايه، ان الارض اللي عليها الخزان بتاعي على ليفل 38. طيب انا ممكن اعمل الاتي، اقول بفرض ان انا الخزان بتاعي يكون ارتفاعه عن سطح الارض 20 متر مثلا، يبقى لو دي 38 زائد 20 يبقى 58 تمام. فتعالوا ندخل بقى على الاتريبيوت تيبل بتاع التاج، هحط هنا ايه الليفل بتاع الارض كان 38، وبفرض ان ارتفاع الخزان 20 متر يبقى 38 زائد 20 يبقى 58. انا هحط هنا 58. ده طبعا دي حاجه ابتدائيه ممكن تتغير بعد كده اهو حسب الديزاين بتاعنا وحسب ما هنشوف النتائج شكلها عامل ازاي. تمام كده؟ تمام. الخطوه اللي وراها بقى، الخطوه اللي وراها احنا هنعمل بقى دلوقتي، هنبدا نحسب بقى الايه؟ الديماند. ندوس على دي، بيقول لي في ايرور في المشكله بتاعتي، في عندي ايرور. ايه الايرور بقى؟ تعال نشوف الايرور ده بيكون فين؟ عاده الايرور ده هتلاقيه في البايبس. تعال معايا نشوف البايبس كده، البايبس نفتح الاتريبيوت تيبل بتاع البايب، نروح هنا كده الاتريبيوت تيبل بتاع البايب، انزل تحت خالص عند مكان البايب اللي بتسبلاي، هتلاقي هنا النال، كلمه نال. شوف كلمه نال، نال دي ليه بقى؟ لان هو ما لقاش. يعني ايه ما لقاش؟ لو انت فتحت التانك تاني، يعني افتح مع بعض التانك، الاتريبيوت هنا هنا نال، خدت بالك؟ فانت دي محتاجها. فانا ممكن اعمل ايه؟ اروح جاي كده افتح الايديت، اقول هنا ده التانك رقم واحد بتاعي، ده اسمه كده تانك رقم واحد تمام. طيب بقى طيب سيبنا خلاص كده، نروح رايحين على البايبس ونفتح الايديت بتاع البايبس مره ثانيه، ونروح بقى على البايب اللي هي ايه، اللي هي بتوصل الميه من الخزان لايه، للشبكه. بدل بقى ما نود واحد اسمها نل، هسميها ايه، هسميها نفس اديها نفس الاسم اللي انا سميته هناك تي ايه، سميها تي 1 تمام. واخد بالك؟ سيب واقفل الايديت تمام. وبعد كده نعمل ايه بقى، نرجع تاني بقى نحسب النود. تعال نحسب النود، بيقول لي في عندي ايه، عندي إيه مشكله تاني. ايه المشكله التانيه؟ المشكله التانيه تعمل ايه عشان تتاكد منها، اعمل كليك مره تانيه ميك موديل، وبعدين رقم منتظر، لازم تنتظر تمام، لازم تنتظر لحد ما يخلص. هنا بيقول لي في عندي، خلينا نقفل بس من الاول تاني، نعمل ران اهو تمام، وبعدين نرقم، لازم تنتظر لحد ما يخلص تمام. نفل تمام، نحسب الكيو، حسب الكيو عند الايه، الديماند عند كل النود دلوقتي كده، الكيو الديماند بتاعت كل النود الايه اتحسبت تمام. ايه الخطوه اللي وراها؟ الخطوه اللي وراها بقى نعمل ران، نعمل ران. بس قبل ما نعمل ران، تعالوا نخلي البرنامج ياخد الجنكشنز اليفيشنز من الدم. ازاي نعمله ده؟ نروح رايحين هنا على القصه دي، ونقول جيت اليفيشن فروم راستر تمام. هيجي ايه الراستر بتاعي اللي هو الدم، اقول له اوكي. هو كده جاب الاليفيشن وحط لكل نود الاليفيشن بتاعها، جابه منين؟ جابه من الراستر اللي تحت تمام. كده احنا جاهزين دلوقتي نعمل ران باستخدام ران ايبانيت سيميليشن. ادوس عليها، ادوس عليها واشوف. هنا بيقول لي كومبليتد ويز ايرور، في ايرور عندي. تعال نشوف بقى الايرور جه منين. قال لي الايرور، قال لي عندي ايه، ريفير تو انديفايند تايم باتر، تايم باتر، تايم، كل الايرور تايم باتر تمام. دي سهله جدا لو كان الايرور بهذا الشكل. ازاي اجيب الايرور ده بقى؟ اقف على اللاير بتاعت الايه الجنكشن تمام، افتح الاتريبيوت تيبل بتاعها. تعال نفتح الاتريبيوت تيبل بتاعها، هتلاقي ان الباتر بوست مكتوب نال نال نال، هو ده اللي هو عايز يشيله، كلمه نال دي تتشال. فازاي نعمله بقى؟ روح على الايديت، افتح الايديت ماشي، وروح على اللاير الكولوم اللي هو اسمه ايه، اللي اسمه باترن ده، الباترن ده كده خلاص رحت له،
وادوس عليه اقول له بقى ايه عايزك تحطه لي ما فيش فيه اي حاجه، ازاي احط ما فيش فيه اي حاجه في الجي اي اس؟ تحط نقطه او برايم وبعدين وراها برايم ثانيه، دي معناها بلانك سيل، بلانك سيل. فانا عايز احط بلانك سيل، اقول له اوكي واقول له ابديت اول. بص اللي حصل كله، فضهم فضهم هنا كده تمام، واقول له سيف واقفل الايديت. تمام خلصنا القصه دي، خلصناها خلاص. نعمل ايه بقى بعد ما خلصنا كده؟ نروح عاملين ران تاني. تعالى نعمل ران تاني بقى للايبانيت. اه هنا قال لي ايه بقى؟ ايبانيت كومبليتد. دلوقتي ما فيش ويز نو ايرور، بس ويز وورنينج. في فرق بين ايرور وورنينج. ايرور يعني في مشكله، هو ما عرفش يعمل ران. وورنينج يعني معناه هو عمل ران بس هو بيقول لك في مشاكل في النتائج. تعال شوف ايه المشاكل. عاده الورنينج لما يكون في ورنينج بيكون في عندي نيجاتيف بريشر. نيجاتيف بريشر معناها ايه؟ معناها انك انت عندك البايب سايزز اندر استيميتد. هو طبعا البرنامج بياخد اوتوماتيك المينيمم بايب سايز في الاول اللي هو 50 مللي، اوتوماتيك هو بياخدها. عرفت منين الكلام ده؟ روح على البايب كده، روح على اتريبيوت تيبل، روح على الدايمتر. بص الدايمتر واخده كام؟ على طول اوتوماتيك بتاعه واخده ايه؟ 54 مللي. 54 مللي هي بيسموها النومينيتد دايمتر اللي هو ال 50 مللي، اللي هي الاكشوالي 54 مللي يعني تمام. القطر الايه؟ القطر بتاع الماسوره هو 54 مللي، بس هو تسمى 50 مللي. تمام كده؟ تمام. فاحنا عرفنا القصه دي. طب ازاي احنا نظبطها بقى؟ هنظبطها ازاي؟ في هنا عندنا في برنامج فيوتر عندك في هنا ايقونه تقدر تستميت القطر المناسب. فكالكوليت ايكونوميك ده انت، فندوس هنا عليها. تعال ندوس عليها بقى، نقول له يس، نقول له يس، وننتظر لحد ما ايه اداني ايه؟ اداني هنا ايرور، اداني ايرور اهو زي ما شفت. الايرور ده اظبطه ازاي بقى؟ تعالوا بقى نشوف هنظبطه ازاي. اول حاجه اروح على الجانكشنز لاير، افتح الاتريبيوت تيبل. شايف عندنا هنا ايه؟ في اي دي، عايزين نشيل كل دول لحد الدي سي اي دي. فازاي نشيلهم؟ هنروح رايحين هنا على ديليت فيلدز، هقول له انا عايز اشيل ده وده وده وده، تملي تقف على قبل الدي سي اي دي، ده اللي بيعمله البرنامج. احنا دول اللي احنا عاملينهم في البدايه خالص. تمام كده، ونقول له سيف. اوكي اوكي. وبعدين اللي وراه، اللي وراه هنعمل ايه؟ هنقول له نفس الكلام، نفتح الاتريبيوت تيبل. ها عايز اقف عند دي سي اي دي، فيبقى انا محتاج الكولوم ده اشيله. فالكولوم ده اشيله ازاي؟ انا هنعمل كده، نقول له ديليت الاي دي، عمل ديليت، سيف، اقفل. تمام نفس الكلام في مين؟ في التانكس. دول الثلاثه لايرز احنا بنشتغل عليهم، ما بنشتغلش على غيرهم. نفتح نفس الكلام، ادي اي دي وادي دي سي اي دي، هقف على ده يبقى هشيل ده. يبقى نفتح الايه الديليت فيلدز، نعلم على الفيلد اللي انا عايز اعمله ديليت، نسيف، نقفل ايه. وبعدين هنعمل ايه بقى؟ هترن تاني مره تانيه بقى. يبقى اقول له يلا اشتغل لي كده، وبعدين اعمل لي ترقيم، اتاكد ان كل حاجه ماشيه سليم. اقول له في الداتا احسب الديماندز، احسب الديماندز، اقول له اعمل رن. لو حصلت المشكله دي نعمل كده. في طريقه ممكن نعملها، ان احنا نعمل ايه؟ نروح رايحين على البلاج ان مره تانية، ونقول له ري انستول بلاج ان. تمام عملنا ري انستول. تعال بقى نعمل، نرجع تاني مره تانية، نميك الموديل، نعمل ري نمبرنج، وبعدين ريفيل، بعدين الديماند عن النودز، وبعدين نعمل ران ويز وارنينج زي ما اتفقنا. في نيجاتيف بريشر معناها السايزز محتاجه تتظبط. ادوس على السايز واعمل لها ادجستمنتس. تمام عملت ادجستمنتس للسايزز، واقول ران مره اخرى. yes. زي ما انتم شايفين كده. تمام اعمل ايه بقى؟ استدعي النتائج واقول له لود الايه ديفولت. زي ما احنا شايفين كده، يبقى دي النتائج ايه بتاعتنا. عندنا الفلو، وعندنا الفيلوسيتي، وعندنا البريشر هيد، والهيدروليك جريدينت لاين، عندنا كل الفاليوز. وبالتالي ده النتائج بتاعتنا، بتاعت الموديل بتاعنا. شكرا.